مع استئناف القضية لليوم الثاني على التوالي، بدأت معركة فريق دفاع عبد المومن خليفة لإثبات براءته. تتضح أين يحاول كل من المحامي الأول نصر الدين الأزعر والمحامي الثاني مروان مجحودة التركيز على تقرير مصفي بنك الخليفة منصف بداسي الذي لم يسلم إلى حد اليوم، والذي يشكل حسبهما نقطة استفهام لم يتم الإجابة عنها إلى حد الساعة، والتي يمكن أن تغير مسار القضية بشكل كلي لتظهر براءة الخليفة الذي أكد محامياه أنه يصر على البراءة من كل التهم المنسوبة إليها، وأنه دائن وليس مدينا لأكثر من 11 ألف ضحية حسب الأرقام المقدمة من قبل منصف بداسي. مصفي بنك الخليفة الذي يتهمه كلا المحاميان رفقة وزير المالية الحالي محمد جلاب باعتباره مسيرا إداريا سابقا للبنك، عينه البنك المركزي لإدارة بنك الخليفة بالتسرع وإعلان إفلاس بنك الخليفة وإيصال قضية عبد المؤمن رفيق خليفة إلى ما هو عليه الوضع اليوم. في وضعية أن السيد خليفة رفيق عبد المؤمن غادر الجزائر في فبراير 2003. الوضعية حينما غادر الجزائر الأموال كانت متواجدة في ودائع البنك وخزائن البنك. كي غادر تمت توقيف البنك. حينما تم توقيف البنك حاولوا يواصلوا بهذا البنك، يقولوا نحاول إنقاذه. قد عين متصرف إداري لتسيير هذا البنك. المتصرف الإداري هو السيد جلاب محمد. تم استدعائه كشاهد وسوف يستمع إليه كشاهد. لازم بعد ما تم تعيين المتصرف الإداري شاف بلي أن هذا البنك راه في حالة، هذه وجهة النظر تاعو، عاود سلم المهام إلى المصفي. تم تعيين المصفي. حينما نعين المصفي هما ارتأوا أن البنك في حالة إفلاس، وهذا الأمر حنا رانا متنافيين معاه تماما. محامي الخليفة قال بأنه يملك وثائق ومستندات تثبت براءة موكله، ملمحا في هذا السياق أن ما سيقدمه سيدحض كل التهم التي توجهها النيابة العامة لعبد المؤمن خليفة، متوعدا بكشف الكثير من الحقائق وكذا أسماء جديدة. هذا موجود في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن كل شخص بريء حتى تثبت الإدانة تاعه. وإثبات الإدانة ما يكونش من طرف المتهم، الإدانة يثبتها النيابة العامة. النيابة العامة هي اللي لازم تقدم الدليل أن السيد خليفة رفيق عبد المؤمن مذنب وارتكب اتهامات وارتكب جرائم، وعلى الدفاع أن يدحض وينافس هذه التهم الموجهة إلى السيد خليفة رفيق عبد المؤمن، ويقول بلي أن هذه التهم باطلة التي سوف تدل وتبرهن على أن السيد خليفة رفيق عبد المؤمن بعيد كل البعد عن التهم الموجهة إليه. من جهته قال منصف بداسي مصفي بنك الخليفة أن عدد ضحايا القضية قد بلغ تقريبا 11 ألف ضحية في التقرير الأولي للتصفية، هذا وقد بلغ عدد الأطراف بالنسبة للشهود 321 طرف، فيما بلغ عدد الضحايا عن الأطراف المدنية 53 ضحية، فيما بلغ عدد المتهمين 75 شخصاً.